اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري كالعاده، يوم الاثنين من كل اسبوع بتبقى اكلاتنا من المطبخ المصري. من نعم ربنا على الانسان كل حاجه سواسيه في الارض من ناحيه الماتيريال بتاعنا، اذا احنا بنستخدم بتنجان طماطم بصل الماتيريال العادي اللي موجود، ولكن اللي بياخدنا من مطبخ لمطبخ هي لغه الانسان في المطبخ. يعني ايه؟ توابل ومشتقاتها. المطبخ المصري معروف عنه التحبيشه بتاعت التوابل، والدليل على كده طبق الكشري العالم كله بيتكلم بيه، شويه ملوخيه بالارانب حكايه، ما تنسيش طبعا الحواوشي بتاعنا الجميل الحلو، الناس بتقلدنا بره، ممكن يكون في شويه تفاصيل ولكن الطعم المصري لا طبعا لا يقارن بشيء. النهارده معانا صينيه بطاطس بالفراخ. سوري باللحمه. كلنا بنعمل صواني البطاطس باللحمه بطرق مختلفه، انا هعملها النهارده بطريقتي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. توابلنا هي هيها، كمون، كزبره، مستكه، حبان، الحاجات اللي احنا متفقين عليها، ولكن طريقه التنفيذ نفسها هتبقى طريقه بسيطه وسهله تقدر كل ام تعملها. معانا البتنجان الجميل الحلو ده، ابو قلب ابيض زي الشيف، احنا الاثنين لابسين زي بعض. حلو يا شفيق؟ البتنجان ده هنعمله مع بعض النهارده، بابا غنوك، هنشوف نعمله ازاي بطريقه لطيفه وبسيطه. الزبادي والطحينه الاثنين ينسجموا مع بعض، يبقى ماسك نفسه كده ويفتح الشهيه على السفره بتاعتنا. معانا طبق النهارده معروف في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبير ومن على الكورنيش، الرز المعمر. يا رب هنعرف نعمله زيكم ولا لا، زي امهاتنا بالتاكيد لا، يعني دي مش عايزه نقاش. انا بعمل حاجات متفقين ان هي واخده الطابع المصري ببقى مخضوض، فالرز المعمر النهارده هجتهد واعمله بالقشطه والسمنه البلدي، مفيش كلام طبعا. ولكن النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس كالعاده على شاشه القناه الاولى، كيكه بالجزر. كلنا بنعملها يا مغازي، ايه الجديد؟ النهارده كيكه بالجزر، هتشرب شربات المستكه. في شربات مستكه يا شيف؟ الكلام ده نشوفه في التفاصيل ان شاء الله بعد ما ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله، ولكن المطبخ مصري بالتفاصيل بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، بظبط النار بتاعتي علشان الاكله اللي انا عاملها دلوقتي محتاجه صدمه ناريه قويه جدا. هنشوف مع بعض تفاصيل عمل صينيه البطاطس باللحمه. انتوا اشطر مني في عمايلها، كلنا بنعملها صح، بس تعالوا شوف المغازي يعملها النهارده ازاي بطريقه سهله وبسيطه، واحنا مع بعض كده خطوه خطوه. حلو الكلام؟ المقادير على الشاشه نبص عليها كده. معانا لحمه عينية، معانا لحمة، ومعانا بطاطس زي الفل يا عم الشيف، ومعانا طاسة شديدة الحرارة معانا، ومعانا التوابل بتاعتنا بصل وتوم ملح وفلفل، شوية كزبرة، شوية كمون، مكعبين من الزبدة، معلقة سمنة بلدي مش هتقول لأ، وحاجات بسيطة يعني، بس هي الطريقة نفسها الطريقة مختلفة شوية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أول حاجة هاخدها اللحمة أتبلها، عينية الاتنين، اللحمة هاخدها أتبلها. البطاطس السيرة جاهزة معايا اهي، وناخد اللحمة كده نتبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. حتة لحمة كندوز ماشي، ضاني ماشي، بقري ماشي، زي ما أنت عايزة يعني، مش هي دي المشكلة، المشكلة الفكرة نفسها والطريقة. طبعًا حطيلي اللحمة على نعناع عشان طبعًا الشكل، وأنصحك نصيحة، أوعي في حياتك تغسلي اللحمة بعد ما تقطعيها. حذاري. لحمة جبتها من عند الجزار متقطعة خلاص، ما تقعدوش بقى في البيت تغسلها بمية سخنة والجو اللي احنا عارفينه ده خالص، خلي بالك، ابعد عن القصة دي. علشان اللحمة لونها ما يتغيرش وما تبقاش لطيفة يعني، يبقى شكلها حلو. حط فلفل أسود، شوية ملح صغيرين، وشوية الكمون، وشوية الكزبرة. كمون يا شيف؟ أنا حبيبها بالكمون كده والكزبرة. سن البابريكا صغيرة. حلو. ونحط شوية زعتر حلو. ناخد اللحمة دي يا عم الشيف بفص توم حلو محترم كده، مع بصلية ناعمة، وقلبها تقليبة كويسة. حلو. لحمة، توابل، بركة ايدك كده، صوابع ايدك العشرة. سيبك من مكسبات الطعم اللي بتتجاب دي والتوابل اللي من عند العطار، تلاقيك انت بتطبخي نفس الطعم وجارتك نفس الطعم وام سعد نفس الطعم وام حماده نفس الطعم، تروح عند الجزار او عند بتاع التوابل تقول له ايه؟ اديني توابل الكبسه.
اديني توابل صينيه بطاطس، اديني توابل الرز. طب انت عملت ايه؟ بتتفرجي على الشيف المغازل ليه بقى؟ تجيبي تشكيله التوابل عندك وتبداي انك انت ايه؟ تحطي التوابل اللي انت حباها بالتركيبه اللي انت حباها، دي مهمه جدا على فكره. هنحط شويه زيت صغيرين في طاسه شديده الحراره. اللحمه عندي ما فيهاش دسامه عاليه يعني، ممكن احط معلقه سمنه كده صغيره. يبقى معانا بالشكل ده كده. وناخد اللحمه دي يا عم الشيف نشوحها تشويحه بصدمه ناريه قويه اهو. ومعانا بطاطس هنشوف نشتغل فيها ازاي مع بعض دلوقتي. اللهم صل على النبي. واسيب اللحمه كده ايه تعيش اللحظه مع الجريلا السخنه دي كده، والصحن ده والطبق ده والصينيه دي هقدم فيها صينيه البطاطس. خلي بالك يعني انا راسم في راسي، كانوا عملوا استضافه مع طبعا المصري الجميل الفرعوني اللي مشرفنا بره، كابتن العالم كله محمد صلاح اللي انا بحبه. فبيساله طبعا المذيع بيقول له اوصف لي انك انت لما بتجيب جون بيبقى احساسك ايه؟ قال له انا برسم الجون قبل ما بجيبه او قبل ما ادخله، قبل ما ينفذه يعني، بيرسمه كده ويحلم بيه ساعات. يعني هيلاعب بكره مثلا اي فريق مدريد مثلا او برشلونه، فلازم يحلم بالايه؟ يعني انا ماليش في الكوره قوي بس خلونا نتكلم الحكايه دي، يحلم بالجون وبشكله وبتفاصيله قبل ما بيجي. انا كمان برسم الطبق قبل ما وانا بشتري الخضار بتاعه بس عشان المناسبه يعني. فانا برسم الطبق ده هيتقدم في نفس الصينيه، فلازم الشكل ده كده اللي انا برسمه ده كده. حلو، دي المناسبه يعني عشان ما اقولكش الشيف المغازل بيتكلم اي حاجه في اي حاجه. هنجيب صينيه ونجيب البطاطس بتاعتنا بالشكل ده كده، تقطع رؤيها جدا. دي البطاطس احنا مقطعينها كلها بس قلت للمساعده بتاعتي خلي لي كده واحده اقطعها بالشكل ده كده اهو عشان حضراتكم تشوفوها اهو 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 زي الشيبس كده بس رؤيها تخينه شويه. هنا البطاطس جاهزه عندي في ميه بتغلى على النار، الميه دي اهي بحط فيها شويه ملح صغيرين، ميه بتغلى على النار وفلفل اسود اهو زي الفل. واخد البطاطس دي يا عم الشيف احطها في الميه اللي بتغلي دي كده اهو، شفت ما عملتش حاجه ميه بتغلي واحط فيها الايه حته اللحمه لما تروحي البيت انت شاكه في اي حاجه تغسليها ميه ساقعه، ميه بارده يعني ما تكونش ميه سخنه، لو الميه نازله من الحنفيه سخنه سيبها لما تبرد في الثلاجه. اللحوم والاسماك والدجاج يا اخوانا لازم لما نيجي نغسلها لعند الشك باي حاجه لازم تتغسل بميه ساقعه، تتغسلش بميه سخنه، لو غسلناها بميه سخنه بنفقد الشكل والجمال والقيمه الغذائيه اللي موجوده في حته اللحم. حلو الكلام، لازم نفهم كده. اللحمه بتستوي على في الطاسه او في الحله اللي انا شايفها قدامي وراسمها هتتقدم يبقى شكلها ايه. اقلب حته اللحمه وهي في الطاسه كده اقلبها بالراحه وانا واقف، وعلى البطاطس بتاعتي ما تاخد غلوه في قلب الصينيه واحنا شغالين مع بعض كده. حلو الكلام، نقلبها بايه اللهم صل على النبي. خدت الصدمه لونها هيتغير بالشكل ده كده، خليني اجيب حاجه كده اهي، شفت اللون ده كده لازم اللحمه يبان حمرها وجمالها كده وانا شغال بعد الصدمه الناريه دي يا شيف بدون اي ميه في قلب الطاسه. هنبدا نرص البطاطس دلوقتي بشكل حلو قوي، تبقى اللحمة تحت والبطاطس فوق، ونزينها بقى أو نجرنشها بطرنشين من الطماطم. عايزاها بيضة بالكريمة هتحط لها إيه؟ شوربة، تحط لها شوية كريمة لباني في الآخر. عايزاها بالطماطم زي ما هعملها دلوقتي بالطماطم المتسبكة زي ما أنت حابة. شايفة التحمير بتاع اللحمة؟ طريقة سهلة خالص حلوة أوي. طب اللحمة بعظمها مفيش مشكلة زي ما هي، البطاطس اخبارها ايه؟ غلوه كده على النار، والغلوه دي مهمه جدا. البطاطس هنا بتحل، يعني ايه بتحل؟ يعني تبقى جاهزه للسوى ما تسيبهاش لما تستوي بس الميه تغلي في قلب البطاطس بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ حلو. والسؤال ده جانا من الكنترول دلوقتي حالا، ليه ما نحطش البطاطس تستوي مع اللحمه؟ انا بشوي اللحمه دلوقتي والبطاطس لما انا احطها مع اللحمه هي هتاخد وقت كبير في السوى، خلي بالك ده مطلوب. احنا على الهوا مع بعض، فانا عايز ابين شكل البطاطس باللحمه. الطريقه ديت
بتوفر الوقت، وفي نفس الوقت انا ما فقدتش قيمه غذائيه من البطاطس، لان الميه اللي انا سالق فيها البطاطس او اللي هي بتتحل فيها هاخد منها واشرب هنا واشربها مع اللحمه بتاعتي. فانا كده بلعب على الحتتين، يعني ان اللحمه بتستوي والبطاطس بتستوي قدام عينيا، وفي الاخر ارصها واقدمها. انت بقى عندك وقت تقدري انك انت تحطها كلها ني في ني وتحطيها، دي طريقه مختلفه، بس انا حابب الموضوع ده علشان تبقى البطاطس واخده الشكل بتاعها اللطيف مع صوص الطماطم اللي انا عامله دلوقتي ومتسبك اهوت زي الفل. اهو دي طماطم متسبكه جاهزه، البطاطس اهي اهي شايفه دي كده عندك اهي زي الفل اهي، دي بطاطس متسبكه. شفت ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الثلاث الحلو ده؟ بطاطس جنبي بتاخد غلوه على النار، حته اللحمه اللي جايبها من عند الجزار بتستوي في الحله، ومعانا صوص الطماطم الحلو. نبدا ناخد البطاطس بالشكل ده كده بقى ونرصها كده. اهو شفت الجو، شاف شكل البطاطس بعد ما خدت غلوه على النار. حلت اهي، تلاقي البطاطس لونها اتغير شويه. نحطها في قلب اللحمه كده، لان لغايه دلوقتي بنيجي نعمل صينيه بطاطس باللحمه وده بيحصل، بنلاقي اللحمه مستويه وزي الفل، والبطاطس لسه فيها العرق بتاع السوى ما استواش القطمه. فانا بحب البطاطس تبقى مهريه جوه اللحمه، اسيب اللحمه للضيوف واكل البطاطس. شفت الجو ده كده؟ طريقه جديده وسهله، وزي ما قلت لحضراتكم نفس الصينيه اللي بتعملي فيها اللحمه انت هتقدمي فيها البطاطس اهي بالشكل ده كده. الرصه دي مطلوبه شفت الجو ده كده؟ طريقه سهله خالص. اللحمه تحت، خلي بالك لازم نتعب علشان نوصل للحمه تحت. يعني دي لما تقدم على السفره لازم نتعب عليها شويه. زي الفل. ارص البطاطس بالشكل ده كده على الوش. لو في شويه هيفضلوا عندك مفيش مشكله، ممكن تعملها بوريه او تعملها سلطه مع تونه مع لحمه مفرومه طبق تاني، بس انا هحطها كلها لان الصينيه محتاجه لها كلها. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد صوص طماطم كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت بقى الفكره هنا؟ عينيا زي الفل كده تمام. واسيبها كده يا عم الشيف. شفت الجو ده كده؟ هتحتاج مني شويه ميه، ركزي بقى في المعلومه اللي جايه دي. ما تجيبيش ميه من البراد بقى او ميه من الحنفيه خالص، ازعل منك بقى. هعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما انا كده واقف اهو معاكم، بجيب الحله اللي كانت بتستوي فيها البطاطس اهو، واخد شيء الميه بتاعي. الله، ودرجه حراره الفرن عند 180، بدخلها الفرن، هتسيب اللحمه للضيوف وتاكلي البطاطس الحلوه دي كده. يلا زي ما هي. صينيه بطاطس بتتكلم مصري لانها معموله من ايد شيف وخفه دم مصريه. الورق النعناع الاخضر ده كده عليها، العود الروزماري الحلو ده كده عليها، دلعيها بقى تعبت فيها. هنفتح الفرن وندخلها مع بعض ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. لا ده في حاجات في الفرن يا شيف، هتروح فين دي بقى؟ هو ده الكلام، ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. بص عليها كده، هنعمل حركه لطيفه دلوقتي مع بعض. الفرن فيه صينيه من تحت، هنشيلها كده ونسحبها. عيني حبيبي اهو. ونحط دي هنا كده. يلا تعالي يا حلوه، الصينيه دي زي ما هي كده؟ زي ما هي. في درجه حراره الفرن 180، اللهم صل على النبي. يلا مع السلامه. بص على الفرن وبص على الحلاوه. ايه الجمال ده؟ ايه الجنينه الخضراء في قلب الفرن؟ نعناع، روزماري، بطاطس، طماطم مع حته لحمه كندوز زي الفل. كنتش اشوفك تاني. تعالوا مع بعض نطلع صينيه البطاطس بالفراخ. لا انا حريص ما تقلقش. تعالوا مع بعض نطلع صينيه البطاطس بالفراخ. ليه بالفراخ؟ ليه في راسك بالفراخ يا شيف من ساعه ما كنا بنسجل اللايف؟ صينيه بطاطس باللحمه. اللهم صل على النبي. لا 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 لا، ده هنا في كلام كبير قوي. لا البطاطس تحس ان هي واخده شكل لا لا، الصوره دي لازم نبص عليها كده الاول، نشيل ده كده. اللهم صل على النبي ونخش بقى كده. يلا ايه الحلاوه دي؟ يلا. لا راهن بقى على البطاطس دي، راهن هتاكل البطاطس والله العظيم وتسيب اللحمه. البطاطس تلاقيها بسكوته دلوقتي. شفت البطاطس طالعه حمرا ازاي؟ لو انت حطاها نيه في نيه يا استاذ رحاب زي ما قلتي، طبعا المدرسه دي ما تختلفش عليها، ولكن الطعم هنا هيبقى مختلف.
نبص على البطاطس اخبارها ايه؟ نروق الدنيا كده الاول. معاها الطماطم. بس للامانه هقول على حاجه عشان ده حصل في الفاصل. وانا دايما صريح وواضح. فتحت الفرن عليها في الفاصل وحطيت عليها مكعبين من الزبده. التركايه دي مهمه جدا. مكعبين من الزبده. زبده عاديه بتقطعيها وتحطها على وش الصينيه. نبص على البطاطس كده اخبارها ايه؟ لا شوف البطاطس لا بجد والله. بص لا انا هجيب شوكه ثانيه عشان نشوف البطاطس استوت ازاي. عينيه بس انا هنجيب طبق بس هي بس انا عايز اوريها للساده المشاهدين اهي. لا شوف البطاطس لا شوف البطاطس شوف طريه يعني بص شوف اهي انت لو حطها هنيه لو حط هنيه هتنزل من على الشوكه والله العظيم لو حطها هنيه مستحيل بهريه بس مرمله لو حطها هنيه يا اختي والله ما هتستوي لو حطها هنيه زي ما هي خلي بالك ما كل واحد فينا له مفتاح الكلمة الحلوة مفتاح لأي حد. الطيبة في الكلام مفتاح لأي حد. البطاطس دي دخلتها إيه؟ ومفتاحها في إيه؟ إن أنا اديت لها صدمة بخارية على النار، أنا بسميها صدمات يعني، مية مغلية فيها شوية ملح، شوية فلفل، وحطيت البطاطس فيها لمدة دقائق معدودة، لغاية لما تغلي المية. بشيلها برصها وأدلعها في قلب الطبق، سواء بالفراخ أو باللحم. فالبطاطس تلاحظ كده أهي، أي بطاطسية تيجي قدام عينيك أهي، شفت إزاي؟ أهي، مقطومة على طول أهي، في ثانية أهي، ألف أنا وشيف قليل اللي ياكل. مستحيل طبعا كانت تستوي في التايم بتاعنا لو احنا مدخلينها. رؤيا فن ابداع النهارده من قلب المطبخ المصري ولكن بمدرسه المغازي ومدرسه امهاتنا اللي بنقبل ايديهم واياديهم وفي الايام المفترجه عايزين دعواتكم وعيد الاضحى المبارك لنا مفاجات باذن الله. رؤيا وفن وابداع يا عم الشيف من ماس بيرو. We'll be right back.